يا جماعة الزعماء الوطني العظيم، أحييكم وأحيي مشاعركم النبيلة، وأحيي عدد من جهة من كل أبناء الوطن الذي وصل من كل حدب وصل. التحية لمن يستحقها وعلى شعب اليمني العظيم. ها نحن محطنون في جماهير شعبنا اليمني العظيم. حصلت بقرار أممي، لم تكن حصانتنا بقرار أممي، ولكن حصانتنا من شعبنا اليمني العظيم. مشايخ وشخصيات اجتماعية وشباب، تحية لكم الذي وصلتم من كل أنحاء المحافظات، وتحية للجماهير المحتشدة في عواصم المحافظات. شكرا للمرأة اليمنية المناضلة المحتشدة في جامعة أتقدم بالشكر من خلال هذه الجماهير إلى مجلس النواب على مشاعره وعلى قراراته الحازمة، وهو المؤسسة الوطنية التي تمثل هذه الأمة. شكرا لمجلس النواب، شكرا للمؤتمر الشعبي العام، شكرا لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، شكرا لكل الأحزاب، شكرا لمنظمات المجتمع المدني، شكرا لمنظمات المجتمع المدني أينما كانوا، شكرا على هذه المشاعر النبيلة والقيادة. وأنا أتحدث إليكم وأأتي صلاة الجمعة ويجي على قلبي خوفا على هذه الجماهير، خوفا على هذه الجماهير العظيمة والغزيرة الذي نستمد قوتنا منكم، ونستمد حصانتنا منكم، ونستمد قوتنا منكم وحصانتنا منكم. أنتم الحصانة، أنتم الشعب اليمني العظيم. الأطفال الأعزاء يا شباب اليمن، يا شباب اليمن العظيمة، أنا أعرف ما عانيت خلال الثلاث السنوات المنصرمة من إقلاق أمني رغم كيد ومن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاختلالات الأمنية، وأنتم تتحملون كل هذه المعاناة. تقديرا واحتراما لكم أيها الجمهور، كنت السياسي الأول، وكلما ضاقت لا بد عن تنفرد، عن صحتك يا جمالي، يا جماهير عن صحتك يا جمالي. تحية لكم في كل عواصم المحافظات وفي كل المدنيات وفي كل العزل والقرى. تحية لكم ومن يستحق التحية، أنتم الذين تستحقون التحية. نحن أيها الأخوة الأعزاء نرفض التدخل الخارجي في الشأن اليمني. لا نقبل الوصاية على شعبنا اليمني. نحن المسؤولين عن وطننا، ونحن المسؤولين عن معاندة أوضاعنا، دون التدخل الخارجي. ومعتكنا في جنون الجوار في مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمة المملكة العربية السعودية، الذي احتضنتنا ونحن طرحة في 2011، وعالجت سياساتها تقديرا واحتراما للمملكة بجائزها العظيم خادم الحرمين الشريفين. فنقدر ونرد الجميل بالجميل، نحن مع أشكائنا
في الرأي والضراء في كل الأوقات. أكرر التحية وأكرر التقدير لكم جميعا على تحملكم إشاقة السفر. أنا منكم وإليكم. طلعت في هذا الوطن وخلقت في هذا الوطن ودعمت في هذا الوطن. وانتم يا عالي الشان زعيم الأهل لن نقبل. نحن قبلنا بالأهل من السلطة. نحن قبلنا بالأهل من لن نقبل. أثناء التحية لمن حضر من هو واجد الآن وشكرا لكم جزيلا.